استاذ مصطفى، استاذ علاء، حق الناس دي عند مين؟ حق الناس دي عند المسؤولين النهارده، بس الحمد لله النهارده برضو الناس دي مش لوحدها، يعني تمام. الجهاز المركزي للمحاسبات تمام تدخل في الامر وضاغط على الشركه تمام تمام تمام. بالاضافه برضو ان في حاجه كنت عايز اقولها. اتفضل. ده ايصال امانه تمام، كان الاستاذ مصطفى وقع عليه لصالح الشركه تمام، ايصال امانه لصالح الشركه تمام، لما ابرم العقد نائب عن المبيعات تمام. النهارده الشركه بتهدده وبتبتزه بالايصال ده. طب ليه؟ انا راجل ملتزم معاكي ما خالفتش ابدا لا انا ولا الناس اللي معايا، بالعكس انتوا واخدين فلوس بزياده مش حقكم تمام؟ تمام. ليه؟ طب انا اللي بسال ليه؟ يعني حق الناس دي عندي. ما انا هسال برضو قبل ما اسال ليه؟ استاذ مصطفى انت ازاي تبني على ورقه او وصل امانه زي كده وتبصم بناء عليه بصمت، وايه اللي كان مطلوب منك تعمله عشان تعمل كده؟ ما هو السؤال برضه هنا استاذ علاء، احنا بنتكلم في القانون. ايوه فهمت. تمام. دي ورقه هو بصم باراده مين، وايه الضغط اللي تم عليك من خلال عشان ان انا ابصم او امضي على ورقه زي كده، صح ولا لا؟ تمام. حضرتك العقد اتاخر سنتين، احنا انا قلت لحضرتك في البدايه ان العقد اتاخر سنتين تمام، علشان طبعا ما كانوش هم خدوا اجراء قانوني مع الـ مع الـ مع المستاجر الاولاني تمام، لحد ما استلموا قانونه منه، وبعد ما استلموا بدا الضغط بقى اشتغل علينا احنا رئيس الشؤون القانونيه تمام. قال لك مش هيقدر ابرم عقد معاك غير لما تمضي لي على شيكات بنكيه او وصولات امانه